خلونا نبدأ مباشر الخميس. أهلا وسهلا بالجميع، أنا ممتنة لوجودكم معاي في البث الحي. اليوم بثنا على إنستغرام، وإن شاء الله بحفظ البث على الإنستغرام، وبعدين أيضا يروح البث على قناتي في اليوتيوب، كلها بنفس الاسم. كل القنوات إنستغرام ويوتيوب وسناب شات كلها علي المؤيد، كلمة واحدة. وأقرأ تعليقاتكم، إذا تحطون لي تعليقات على حلقة يوتيوب أو على تعليقات البث لما نسجله أقرأ تعليقاتكم، أخذ منه أفكار حق الحلقات المستقبلية. لذلك فكرة اليوم جات من بوست أنا كنت حطتها عن الهالات السوداء. اليوم بتكلم عن الهالات السوداء، 5 خرافات عن الهالات السوداء، عشان خلاص نقطع هذا الموضوع، نجاوب كل الأسئلة، نقطع كل الشك، لأن أحسنا الأسئلة تتكرر، وأحسنا في مبادئ جوهرية ما قاعدين نفهمها إحنا من البداية. أوكي، فبناء على هذاك البوست، الردود اللي شفتها، التفاعل اللي شفتها، حسيت إن كثيرين يعانون اليوم من الهالات السوداء. وخلاص ندخل 5 خرافات فقط، إذا فهمتها تقدر إن أنت تصل لحلول بأسرع وقت ممكن. نبدأ بسم الله. الخرافة الأولى، خرافة الهالات السوداء تحت العين، انه هو وراثي. اوكي، ليش انا اسميها خرافة؟ نعم، ممكن انه يكون وراثي، ممكن ان انت جدك ولا امك ولا احد عنده هالات سوداء تحت العين وانت ورثت، ولكن في نظري صراحة يعني اقولها لكم في الوجه من الاخير، اللي نورث عادة هو نمط الحياة وطريقة الغذاء اكثر من ما نورث الجينات. فحتى إذا أنت عندك جينات، الحين مثلاً ممكن أنا عندي جينات سكر، مرض سكر كمثال، مو شرط أن أنا أفعل هذا الشيء، مو شرط أن أنا، ممكن أن أنا أقطع هذه الجينات أو أقطع تأثيرها علي عن طريق الغذاء، عن طريق نمط الحياة. فأنا فكرة أن احنا نحط الجينات كشماعة ونعلق عليها كل شيء ما عاجبنا، بالنسبة لي تضايقني هذه الفكرة، لأن أحس أن فيها شيء خطأ جوهري. أوكي؟ فصح، اوكي، يمكن امي وخالتي وكذا وفيهم بس هل انا قاعده اكل مثلهم؟ هل انا تربيت على ان انا اكل مثلهم؟ فممكن ان البيت كله مثلا عنده تحسس من الجلوتين كمثال، كمشكله اساسيه في الهضم، فنقوم كلنا تصير عندنا مشاكل جيوب او مشاكل، قصدي هالات سوداء تحت العين، وكلنا نظن ان هي وراثه، لان احنا ورثنا طريقه الاكل، ورثنا طريقه الغذاء. فهذا جدا مهم. فحتى لو انت عندك قابلية جينية، خلينا نقول قابلية جينية، مو شرط ان هي تتفعل اذا اكلك واذا نمط حياتك صحيح. فلا تقولون لي ايه خلاص انا والله حاولت مع الهالات السوداء وما فادت، اذا انا خلاص لان هي في الجينات، اكيد هي في الجينات، اذا لن افعل شيء. وهذه شفتها كثير في التعليقات في البوست اللي حطيته عن الهالات السوداء، جيني، استنتجت إنها مشكلة جينية، فلا، هذا رقم 1، وترى رقم 5 جدا مهم، فخلك معاي لآخر الحلقة، لأن رقم 5 بيكسر لك الدنيا. أوكي، رقم 2، إن هذه الهالات السوداء، إن أنا ويهي، يعني إن هذه المنطقة تحت العين مفروض إنها تكون بيضة، ومفروض إنها تكون لونها نفس لون الخد ونفس لون الجبين. ترى ما يصير يا جماعة، ما يصير. انتوا تشوفوا الجمجمة، تخيلوا الجمجمة، هني في فراغ، هني في فجوة حق العين، في فتحة، فلا بد انه يكون في ظل. فاللي صار، فهذه من الخرافات، يعني ان انا لازم وجهي يكون كله وان تون. من وين جاتنا هذه الفكرة؟ من عالم المكياج. فعالم المكياج عشان يبيعك، او عشان يبيعك مكياج، عشان يبيعك كونسيلر من الحين لاخر حياتك، لازم يحسسك ان في الوان وفي ظل وفي اشياء في وجهك غلط، مو طبيعي. زين شلون يا جماعه؟ اذا احنا نشوف الجمجمه، حتى اي طفل بيفهم هذه الفكره، في جمجمه، وفي هذه الجمجمه في اماكن فيها عظم وفات، وفي اماكن لا، في اماكن فارغه فيها فجوه داخل. فكون ان انا احاول اوصل الى نفس اللون بالضبط، أحس أن هذا معناته أن أنا صرت ضحية تجارة المكياج. فأنا عن نفسي أنظر للهالات السوداء كمؤشر لتغير يحدث فيني،
فأوكي أنا بطالع الهالات السوداء وبلاحظ هل زادت عن المعتاد لي، يعني أنا عارف وجهي مثلا بدون مكياج، فأنا أبدأ أطالع هل زادت بالنسبة لي أنا، ولكن هل إن هي وجودها مشكلة؟ هذه خرافة 100%، هذه خرافة. يعني شلون وجودها مشكلة؟ هي أصلا حفرة في الوجه، حفرة في الجمجمة، مفروض إن هي تكون أغمد شوي من الجسم. فنخلي بالنا بس من البرمجات التي قد تكون أتت من تجارة، من دعايات، من تجارة تحتاج إن أنت تحسين، بقول المرأة يعني أكثر من الرجل، تحتاجش إن أنت تحسين إن وجهك في شيء غلط. فنبتدي بهذا الشيء، نبتدي إن أنا وجهي ما في شيء غلط، إن هذا عادي إنه يكون شوي أغمج من باقي الوجه، هذه المنطقة تكون أغمج من باقي الوجه، ولكن إذا تغير لونها، إذا ساءت، إذا زادت، إذا كذا، أشوف أنا شنو قاعد يصير فيني. إذا سويت كل الحلول الثانية وبعدين ما تحسنت، أبدأ أشوف شنو قاعد يصير. هل هي مثلاً هذا لوني العادي لأن هي فقط فجوة، ولا هل تغير شيء في أكلي، في نمط حياتي اللي اضطرني إن أنا ألاحظ هذا التغيير؟ فدائماً لما يتغير فيني شيء، يعني شنو قاعد أحاول أقول لكم، إنه لما أقارن وأشوف لون الهالات السوداء عندي، لازم أقارنها بنفسي، أقارن نفسي بنفسي، ما أقارن نفسي بوحدة ثانية. فبعض الأوقات تقارن مثلاً بوحدة ثانية لونها غير، بشرتها غير، جسمها غير، كل شيء غير، وحتى يمكن أصلها غير، يعني بعض الناس بشرتهم أغمج أصلاً من غيرهم، وتقارن وتقول لا أبي أصير مثلها، فتقوم تحط طبقات تحط طبقات تحط طبقات، زين ما يصير. فهذه من الخرافات، إن المفروض يكون الوجه كله لون واحد. عالم المكياج قال لنا إن لازم ما يكون في شيء، وأول ما أنت يصير فيك شوية ظل في هذه المنطقة، لأن هي منطقة داكنة أصلاً بطبيعتها، يقول لك إيش فيك، تعبانة، مريضة، لا جمجمتي فيها فجوة جمجمتي فيها حفرة. إذا تغير علي، أوكي يمكن أنا غيرت شيء في أكلي، وبنتكلم عن هالموضوع، خاصة كان رقم 5 ضروري ضروري إن أنت تتم إلى الخرافة رقم 5، لأنها جدا جدا مهمة، وحس إن هي بتحل المشاكل كلها. ورجاء اللي ما بيتابع يتابع للأخير، لأن هذا السؤال يتكرر. أوكي رقم 3، إن الوجه لا يمثل شيء. مثلا إن تعرفون طبعا في الطب الصيني دائما يقرون يسوون قراءة الوجه، ويحاولون إن يفهمون فيك، هما يقرون كل شيء، يقرون الكف، يقرون مو بس هما، طبعا حضارات كثيرة قرأت هذه الأشياء، بس الحلو في الطب الصيني إن هما بعض الأوقات يقرون الوجه كمؤشر لأشياء قد تكون تحدث في أعضاء من الداخل. وأنا أحب هذا الشيء لأن أحس إنه هو ينطبق، وحتى إذا ما تحس إنه هو ينطبق افهم الفكرة النظرية، وبعدين تشوف إذا هي تنطبق عليك ولا لا. يعني أنت بروحك ابدأ لاحظ. كمثال، منطقة تحت العين عادة تدل على، إذا يعني قصدي إذا صار فيها مشكلة أو صار فيها لون داكن شوي، عادة تدل على بطء في الديتوكس، على بطء في قدرة الجسم على التخلص من السموم. فعادة هذه المنطقة تدل على الأعضاء اللي لها علاقة بالديتوكس. شنو هما أكثر الأعضاء اللي لهم علاقة بالديتوكس؟ الكبد والكلى. فبعض الأحيان لما تشوف أن الشخص عنده احتقان في هذه المنطقة، وهذا الاحتقان تسبب في المنطقة صارت داكنة شوي أكثر، قد يكون أنه قاعد يتعرض لسموم وجسمه ما ملحق أنه يطلعها. فتعرفون فكرة الصورة النمطية، خلينا نقول للرجل المدخن أو المرأة المدخنة، حتى أنه كذي عين سودة من تحت، لأن جسمه ما قادر يتخلص من هذه السموم بشكل كافي أو بوقت كافي، فيصير فيه كأنه احتقان وتعب في الكبد والكلى، ويبدأ يأثر على هذه المنطقة. وطبعا كل طب يختلف يعني، ولكن عادة في قراءة الوجه بعض الأحيان يقول لك حتى مثلا الشفايف تدل على المعدة كمثال. وأنا هذه بعد ألاحظ، يعني لما يكون في تشققات أو يكون في زيادة في الـ شنو بقول، غمج، يعني إنها تغمج زيادة المنطقة، إنها تصير داكنة أكثر الشفايف، بعض الأوقات لها علاقة
معدة، أنت ماكل ثقيل، أنت تعبان، معدتك تعبانة، عندك توتر مؤثر على المعدة والقولون، ممكن أنه يؤثر على لون الشفايف أيضا. فلازم يطلع لك واحد بيقول لك إيه بس فلان عنده معدة وما عنده شفايف، ما ينطبق على كل، لابد أنه في ناس جيناتهم تطغى على أن هي جميلة لو شو تسوين، لو يعني جسمها قاعد يموت من الداخل. يعني أنا قلت لكم في السابق في حلقات سابقة أن في ناس عندها أمراض الدنيا كلها لكن وجهها بيرفكت، فما أقول لك أن هذا ينطبق على الكل، ولكن إذا أنت عندك العلاقة هذه مع جسمك، حتى هذه البنية اللي يمكن تشوفونها أن هي دائما حلوة، يمكن هي بينها وبين نفسها تعرف وجهها وتعرف أنه صار في تغيير، مو شرط صارت كريهة، ما يصير أن هي بين يوم وليلة بتصير كريهة، خاصة إذا هي جيناتها جينات جمال ما نقدر نغيرها، ولكن يمكن هي بتلاحظ صار في جفاف في الشفايف، صار في تشقق، صار في لون داكن شوي أكثر. نفس الشيء مع العين، يمكن هي بتلاحظ على روحها صار في انتفاخ تحت العين، صار في هالات، صار في كذا، هل تدل على أن أنا مثلا زيت في السموم مؤخرا، تعرضت لسموم معينة، هل عندي الكبد تعبان بسبب غضب مريت فيه، هل أحتاج أن أنا شوي أبدأ أخفف على الجسم أسوي ديتوكس مثلا. وتفاصيل الديتوكس طبعا كلها موجودة في كتاب الديتوكس، وينه كتاب الديتوكس؟ موجود في المكتبات العربية خاصة جرير، يمكن أسهل مكان تحصلونه، أو حتى إلكتروني على قارئ جرير. فهل مفروض أن أنا أبدأ أفهم شوي شلون أطبق الديتوكس عشان يخف هذا الاحتقان من وجهي؟ أوكي، فهذه ثلاث خرافات. لا تقولي ما قلت لك، لا تقولين لي ما فهمت، لأن هذه الخرافات جدا مهم أن أنت تفهمينها عشان نبدأ نفهم وجهنا، مو عشان نصل إلى معايير الجمال اللي موجودة في المجتمع، عشان أنت تعطين وجهك فرصة إنه هو يكون لك مؤشر يشرح لك شنو قاعد يصير في الجسم. رقم 4، طبعا ما أقدر نخلص الخرافات بدون ما نتكلم على رقم 4 اللي هو موضوع النوم. موضوع النوم، موضوع النوم، موضوع النوم. أنا مرة واحدة كتبت لي أيام كوفيد، كان ذيك الأيام، أيام اللي حجر كذا، قالت لي أوه شكلك متغير والهالات وايد أحسن، إيش سويت إيش غيرتي؟ قلت لها والله يعني زاد النوم صرت أنام أكثر، يعني فضيت شوي أكثر وصرت أنام أكثر، وتذكرت هذا التشبع من النوم. يعني فالواحد بعض الأحيان يضطر أنه هو حياته تتغير تتوقف أو أشياء تقل من جدوله عشان يصل أكثر أو يصل أعمق إلى النوم. فمهم جدا، لأن أنتوا تشوفون الناس أن هي قاعدة تحاول وتتمكيج وتحط فيلرز وتحط كذا، وكله في سبيل الهالات السوداء عشان تخف، لكن تلاقينها ما تنام إلا الفجر. فنوم الفجر جدا متعب، حتى إذا أنت تنامين الفجر قولي لي الظهر مثلا، حتى لو وصلتي إلى 6-7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، في فرق بين نوم الفجر ونوم قبل 12. إذا نام على 10 أو 11 في الليل، فائدة النوم جدا تكون أكبر وأعمق، لأن في أعضاء مهمة خاصة الكبد اللي تتنظف في هذه الفترة على بين الساعة 11 و1 الفجر، تتنظف في هذه الفترة، وإذا أنا ما دخلت في هذا النوم العميق في هذه الفترة يكون كأن عندي الكبد شغال وقت اللي مفروض يكون أنه مسكر ومشطب ونايم. فما عمر اللي بينام ويا الفجر أو بينام متأخر في الليل ما عمره بيوصل إلى هذا التشبع بنفس الدرجة اللي بيوصل لها الشخص اللي ينام أبكر في الليل. فهو يقول لك كل ساعة قبل الساعة 12 قبل نص الليل يعني تنامها كانها عبارة عن ساعتين، ففعلا تصل إلى هذا النوم العميق اللي فعلا يتشبع. في ناس يقول لك والله أنا الحين أنا أمس رقت من وقت، يعني دخلت السرير على 9:30 10، بس قمت الصبح لحين فيني هالات. الهالات السوداء لا تتكون إلا مع العبء الذي يتجمع على مدى أشهر وسنوات. فأنت الحين الهالات السوداء عشان البشرة لونها يتغير، عشان لونها يتغير، مستحيل أن أنت بتغير بشرتك لونها بين يوم وليلة، مثل ما أي علاج ما بيغير لك لون بشرتك بين يوم وليلة، هي خلايا تتجدد وتاخذ وقت لما تتجدد. نفس الشيء عشان تصير أردأ ويأثر عليها سوء النوم تاخذ وقت لما يصير هذا التأثير عليها. فأنت تشوف صار لك كم سنة كم شهر
على هذا النمط النوم السيء اللي وصلك لهذا المكان، ما نقدر ان احنا نحله بين يوم وليلة. يجب ان نصل الى هذا التشبع في النوم. وانا قايلة هذا الكلام من قبل، ما بيرد وعيد عشان ما تطول الحلقة، بس مجتمع يصفق حق اللي يفعل ولا يجلس. احنا نحتاج الاثنين، الليل والنهار، الشمس والقمر، النور والظلام. نحتاج ان يكون عندنا الجانبين متساويين، الراحة والعمل. من كثر ما احنا شطينا روحنا على أهمية العمل وأهمية جني المال وأهمية كذا، ولازم تسوي ولازم تدرس ولازم تفعل ولازم كذا، ضاع موضوع الراحة وموضوع النوم، وصار كأن كل واحد نايم كسلان. وبدأ يبين علينا ان احنا نظن هذا الشيء، فتلاقينا حتى يمكن هو ما قاعد يسوي شيء، يعني ما يعني قعدته ما فيها فلحة يعني، بس ما يبي ينام عشان ما يحس انه هو كسلان كمثال، او يظن انه قاعد يسوي شيء لانه قاعد على الانترنت وقاعد يلعب جيمز ولين نص الليل ولين ما ادري كذا. فاللي ابي اوصل له انه يصير هذا التعب والارهاق في الجسد على مدى اسابيع، اشهر، سنوات، تحتاج ان انت تصل لهذا التشبع في النوم عشان يرتخي الجسم كله، وبعدين يصلح لك البشرة. لما يحس ان كل شيء داخل تعالج، في اشياء وايد اهم من بشرتك. انا عارف بالنسبه لنا احنا يمكن هذا مهم انه يكون شكلي لازم يكون مهم، بس بالنسبه حق جسمك الاعضاء اللي داخل اهم. فممكن يكون في تعب في الغدد الكظريه مثلا اللي فوق الكلى، هذه يصير فيها ارهاق لما انت عندك توتر متواصل، تعبان في الشغل، او مثلا في ناس مثلا علاقاتهم الزوجيه متعبه، فحياتها اليوميه متعبه، او حياته هو اليوميه متعبه، فيصير تعب وإرهاق في الجسم على مستوى عميق. فهذه الغدد الكظرية اللي المفروض إن هي تعطيك هرمونات كافية عشان تتعامل مع أي توتر وقلق، تتعب مع الوقت لأن قاعدة تضخ بشكل متصل، بشكل متواصل، دائما في مشاكل، دائما في تعب، دائما في تعب نفسي أو تعب جسدي أو كذا، فيتراكم مع الوقت، ويبدأ بعدين مع الوقت يبدأ يأثر على شكلك. وبعدين لما تبدأ أنت تتطرق للحلول، خلينا نقول، وتبدأ تنام، تتوقع حلول بين في يوم، في ليلة ليلتين، ان انا والله نمت اليوم، جسمك لازم يتعلم ينام ويتعلم ان يصل الى هذا النوم العميق اللي احنا بعض الاحيان في ناس لما يحضرون معي جلسات التأمل يقولون لي انا ليلتها نمت يعني نوم ما في مثله. فلان لما يصير الروح، لما يصير الهدوء الداخلي على مستوى الروح، فعلا نستطيع أن نصل إلى هذا النوم العميق. هو تدريب، هي مهارة تصل لها. حتى لما تقوم عندك أرق، شنو الخطوات اللي تتخذها عشان ترجع نفسك للنوم، عشان ترجع تهدئ جسدك وتعود مرة أخرى للنوم، عشان يصير هذا التشبع في الجسم من النوم، عشان يحتاج وقت لما يبدأ ينعكس في البشرة. فموضوع النوم يعني لو شنو بقول، تكلمت عن علاقة النوم بالمعدة، علاقة النوم بالأكل الخفيف، علاقة النوم بالصيام، علاقة النوم بالتوتر الذهني، علاقة النوم، بس اليوم علاقة النوم بالهالات السوداء. يعني النوم بنفسه علاج، النوم بنفسه علاج، وهذه اللي احنا مو فاهمينه، وقاعدين نتنطط من عيادة لعيادة ومن حل لحل ومن طبقة لطبقة مكياج، مو عارفين انه هو الحل اللي بيحل هالمشكله بيحل كل شيء ثاني بعد. فحتى الخلايا السرطانيه تتحسن مع النوم، المناعه تتحسن مع النوم، كل شيء يتحسن مع النوم. اوكي، وصلنا لرقم 5 اللي انا احس انه هو فعلا فعلا اهم شيء. اشوف قلوب حمراء وقلوب زرقاء، شكرا. اشوف تصفيق وميداليات ورود، شكرا شكرا. اوكي، رقم خمسة في الخرافات، جدا جدا مهم، جدا مهم. إذا ما سمعت أي شيء من الأشياء الثانية اللي قاعدة أقولها الحين، ركز. علاقة الهالات السوداء بالجيوب، علاقة الهالات السوداء بالجيوب الأنفية. أوكي، نحط هذه على صوب، نروح ندخل أعمق شوي. نفس النقطة لما نقول ما لها علاقة، مثلا ما لها علاقة الهالات السوداء بالجيوب الأنفية، أو ما لها علاقة بالمعدة والهضم، خرافة. ليش؟ لأن جدا لها علاقة.
فبنتكلم عن الجيوب، ولكن في البداية بتكلم عن الجيوب اللي لها علاقة بالمعدة. لما يكون المعدة فيها مشكلة، يكون عادة فيها الصمام اللي مفروض انه يخلي الأحماض داخل الصمام، يصير لين كأنه يصير ما عنده هذه القدرة على الانغلاق التام عشان يخلي الأحماض داخل، فيصير ارتجاع خفيف. في ناس عندهم ارتجاع خفيف، في ناس عندهم ارتجاع قوي، يعني ممكن تحس فيه كحرقان معدة، ممكن ما تحس فيه ولكن فقط وانت نايم في الليل هو شوية ينفتح فيصير عندك هذا الارتجاع. هذا الارتجاع في الأحماض ممكن انه يسبب جيوب، وممكن على أثره تتسبب الهالات السوداء. لذلك نستنتج ان كثير من الهالات السوداء لها علاقة بتعب المعدة. بكرر مرة ثانية، كثير من الهالات السوداء لها علاقة بتعب المعدة والهضم. وهذا اللي ما بيقولون لكم إياه، روحوا دوروا هالمعلومة من فوق لتحت، ما بتلقون هالمعلومة، لأنه أوكي بيقول لك إيه يمكن جيوب شوية تصير، بس ليش عندي هالكثر جيوب؟ ليش عندي هالمشاكل؟ فتلاقين العائلة كلها عندها مشاكل هضم، والعائلة كلها عندها هالات سودة. ليش؟ بنحطها على شماعة الوراثة، ولكن في الحقيقة هو تعب هضمي، يا أنه بسبب نمط الحياة أو بسبب التوتر والقلق، أو أنه هي مثلاً ممكن أنه هي تعودت تشوف أمها قلقة وتعبانة نفسياً فاكتسبت هذه العادة في شخصيتها، أنه هي أول ما يصير شيء تخاف وتتوتر وكذا، فأنت اكتسبتي منها، ما ورثتي جينياً، أنت اكتسبتي منها هذه التصرف. صار دائما بطني يعورني، دائما عندي ارتجاع، دائما عندي، لان انا شخصيتي كذي، فدائما في حرقان حتى لو بسبب بسيط، ارتجاع يرتفع، ودائما لما انام يبدا شوي شوي تلتهب فيه الجيوب، اول ما تلتهب الجيوب تشك. مو معناته ان انا عندي التهاب جيوب شامل كامل، يعني لما امرض بالجيوب، طبعا ما في داعي اقول لكم ان اكيد بتشوفون هالات سوداء اذا واحد مريض وعنده جيوب وخلاص عارف. بس انا قاعده اتكلم عن هذا العارض اللي يتسرب إلى جسمي بشكل متواصل، بشكل متواصل يسوي لي لدرجة أن أنا ما أتذكر شكلي بدونهم، هذه الهالات السوداء، لأن أحس أن من كثر ما أنا متعودة، من كثر ما طول الوقت عندي هالات سوداء، خلاص صار هذه كأنه جزء من حياتي يعني. فجدا مهم. في أسباب أخرى طبعا للجيوب، أكبرها الحساسيات أو التحسس من الأكل. أنا عن نفسي مثلاً إذا أكلت خبز اليوم، الجلوتين جداً جداً يفعل لي الجيوب الأنفية بسرعة، يعني حتى يصير عندي هني مخاط ما أقدر أبلع عدل وتحتقن شوي عندي الجيوب الأنفية، فأعرف أن ثاني يوم بيصير هني أسود عادي، احتقان لازم بيكون في، إذا ما في سيلان عدل للأنف لازم بيكون في احتقان ولازم تتأثر الجيوب الأنفية. فأعرف أن إذا أكلت قمح إذا في جلوتين أعرف تأثيره، إذا كلته مرتين وراء بعض، إذا كلته مثلاً اليوم باكر أعرف إنه خلاص بتصير هذه الجيوب، بتصير هذه الهالات الأنفية، الهالات تحت العين بتغمج. مو شرط إني بامرض، بس بحس إنه فيني شيء غلط، أحس إنه في شيء في الدورة المخاطية ما ركب عدل في وجهي. فأنا تعرفت على نفسي بهالطريقة، يعني أنا تعلمت على جسمي بهالطريقة، أشوف أكل ذي أكل ذاك. كثيرين بما فيهم أنا مع الألبان، مشتقات الألبان، إذا أكل جبن أو حليب أو كذا البقري يعني تتأثر عندي الجيوب، تتأثر عندي الهالات مباشرة، فهو تحسس. في ناس عندهم حساسيات كاملة، يعني في ناس حتى يطلع لهم طفح جلدي وكذا، ممكن إذا أكلت ذرة، ممكن إذا أكلت شربة حليب، في ناس عندهم من السمك أو من الربيان أو من كذا، في ناس عندهم حتى حساسيات موسمية، يعني من مثلاً لقاح الأشجار وكذا، فهذين يعرفون إنه هو أول ما يصير فيه حساسيات ممكن تغمج هذه المنطقة. فمنطقة العين خاصة المنطقة تحت العين جداً لها علاقة بالحساسية. فلا تقولوا لي وراثة، تطرق للحساسية لهذا التحسس، شوف أكلك شنو قال، تقول لي إيه أكلي ترى جداً صحي، ترى أكلي وايد صحي، اشتاق لي لا الصبح أكل خبز بر وزين هذه قمح، يعني حتى بعض الأوقات مفهومنا للأكلات الصحية خاطئ، فتعلمنا
تعمقي شوي اكثر، شنو مكونات الاكل اللي تاكلينه؟ هل هو يضايقني هلا؟ اذا انا شاكه انه هو يضايقني ولا لا، اوقف اسبوعين وبعدين ارد اكله مره ثانيه، اشوف صار في تحسن، صار في تغير، شنو صار. اذا مثلا رحت عشيت مكان، رجعت خشمي مسدود واحس ان عندي مخاط زياده واحس ان الجيوب فيها مشكله، احلل بالضبط انا اشكلت، او يمكن ما اكلت شيء غلط، يمكن اثناء العشاء دخلت في حوار مزعج مؤلم مع صديقتي مع زوجي مع اللي هو، عور لي بطني، صار عندي ارتجاع ثاني يوم، صار ممكن، لانه هو كله له علاقه بالمعده ايضا. ولكن اللي ابي اسلط عليه الضوء اليوم ان الجيوب الانفيه لما تسبب حالات سوداء تحت العين لا تكون فقط فيروس او حساسيه، تكون في كثير من الحالات، كثير من الحالات، كنت بقول معظم لان قريب مني اقول معظم لان احيانا احس انه معظم، كثير من الحالات من الحالات السوداء بسبب الجيوب اللي سببها الارتجاع. فهذا الصمام اللي في المعدة بعض الأحيان حتى يخترب لما نكون نتعرض للقلق والتوتر. فأي وقت عندنا حالة قلق، فأنتوا تخيلوا شنو صار أثناء الأزمة اللي طافت، غير خوف وقلق وتوتر وخوف وقلق وتوتر، شي يسوي لك على المدى الطويل؟ عسر هضم، مشاكل معدة، مشاكل أحماض، مشاكل ارتجاع، مشاكل جيوب، حالات سودة، ما يعجبني شكلي أقوم أخذ أدوية، ما يعجبني بطني أخذ أدوية، ما يعجبني شكلي أشتري مكياج، وبس تحط مكياج كل يوم كل يوم كل يوم لأن هي ما عاجبها شكلها. بس هذه مو حل يعني. والمشكلة إن إحنا لما نحط مكياج بشكل متواصل بعض الأحيان تأثير هذه الطبقات المكياج على هذه المنطقة، المنطقة جدا حساسة، تأثيرها على المدى الطويل قد يكون إنه تصير المنطقة داكنة أكثر. ولكن الأهم ان الاهم كنت بقول شيء اي الاهم ان هي لما تحط مكياج بشكل متواصل مثل اللي يحطون فلتر دائما في السوشيال ميديا، هي تنسى شكلها شلون اصلا. فانت جسمك اذا انت متعوده على شكلك بمكياج طول الوقت، جسمك ما يقدر يعطيك مؤشرات في تغييرات بسيطه قد تحدث. يعني هو ما بيروح من يوم وليله بين من ابيض الى اسود، هو التغيير بيكون بسيط. فمهم ان انت تكونين على احتكاك بجسدك. ف وانا مو ضد المكياج طبعا، اللي بيحط، انا اليوم حاطه مكياج يعني، بس اللي بيحط خليه يحط، بس فكره ان انا اكون محتكه بجسدي بما فيه الكفايه عشان ما تكون هذه الطبقات تمنع احتكاكي بجسدي. ف بس انا تكلمت عن هالمواضيع وايد في حلقات ثانيه فما برد اكرر يعني، ولكن حتى الفلاتر اللي في السوشيال ميديا تعطينا انطباع خاطئ عن وجهنا، تعطينا انطباع خاطئ عن عمرنا حتى. أنا عادي إن أنا أشوف وجهي في تجاعيد عشان أنا أكون مواكبة لسني، يعني ما أدري يعني ما أكون أنا عايشة 60 سنة وبعدين أشوف منظرة وأشوف إن أنا كان شكلي 20، فيصير في هذا الاختلاف يعني إن أنا عندي هذه الحكمة وعندي هذه التجارب بس وجهي ما راكب، فيصير هذا في خلل كأنه في الجهاز العصبي ما يفهم إيش قاعد يصير. ف إيه يعني فنقلل قدر الإمكان، إذا عندك مناسبة إذا عندك شيء أوكي، بس خلي يكون عندك هذا التواصل في أغلب الوقت على الأقل. فأنا كنت بجاوب على بعض الأسئلة. إيه هذه لابد اللحين بيطلع لي تعليق عن فلان عنده حساسيات ما عنده هالات. أنا قلت لكم هذه يعني لازم كل قاعدة لها شذوذ، فرجاء يعني ما في داعي إن أنا مثلا طول عمري عندي مشاكل في المعدة بس ما عندي هالات سود. أعرف أن في ناس ما بيكون فيهم هذه المشكلة، ولكن اللي عنده هذه المشكلة يجب أن يتطرق لهذه المواضيع اللي تكلمنا عنها. مستحيل أنه لابد مثلا لما أقول التدخين مضر، إيه لا والله أنا فلان يدي مات عمره 110 وهو مدخن، أوكي يعني يمكن هو يعني هو قدر، يمكن جيناته، يمكن عمر، يمكن من الله، يمكن اللي هو، بس الأغلبية بتتأثر. أوكي عشان بس نسك هذا الموضوع من البداية. إيه رقم اثنين كتبت حتى لو أنام ما يتعدل شكلي، وتطرقت لهذا الموضوع إن أنا حتى لو أنام، اللي ما قاعد نتكلم عن نوم ليلة ليلتين، نتكلم عن نوم مدة طويلة. فا أوكي فأنا أشوف أسئلتكم بس ما أقدر أقرأها لأن كل سؤال يبي له بروحه
أوه، كل سؤال يبي له بروحه حلقه، بس والله احب اسئلتكم. انا بحفظ البث، حطوا لي الاسئله مره ثانيه بس كوبي وبيست على التعليقات عشان اقدر اقراها على رواق، وممكن بعدين ان اتطرق لها في حلقه كامله. فخلصنا 5 خرافات، عيدوا التسجيل ونبدا نحلل بيننا وبين نفسنا، نبدا نحلل جسدنا، نبدا نستمع لهذه الاشارات بدل ما نحن نصكك الاشارات ونقول له خلاص اسكت اسكت اسكت. ليش قاعد تقول لي ان هذه ليش في هالات؟ ليش في مؤشر مشكله في المعده؟ ليش في مؤشر مشكله في الكبد والكلى؟ ليش في مؤشر مشكله في النوم؟ ليش عندي هذه المؤشرات؟ ابدا احلل وادرس، لان مهما كان حتى لو احسن طبيب في الدنيا مو عايش وياك، مو عارف انت حياتك شنو، مو عارف درجه القلق، مو عارف اكلك شلون. فخلاص نبدا ناخذ مسؤوليه نفسنا، ناخذ مسؤوليه صحتنا. العصر الجديد يحتاج ان احنا نسرع شوي في هذه الاشياء عشان نصل اسرع الى هذا المكان اللي فيه هدوء وسكينه، وينعكس تنعكس هذا ينعكس هذا الهدوء والسكينه علينا في الخارج. فالحل ترى دائما من الداخل، دائما من الداخل. المهم ممتنه لوجودكم معي اليوم على البث الحي. اللي حاب انه يكون معنا في جلسه سكون القادمة، هي جلسات متكررة، تشوفوا الجلسة القادمة بنسوي فيها تأمل يعجبكم من نوع اللي خلاص يسكت المخ كامل وتنام عدل، وهي مهارات احنا نلتقطها نتعلمها على في كل جلسة عشان بعدين نتعلم شلون احنا نهدئ نفسنا، عشان ما تكون تنتظرني انا اهدئك، انت تتعلم هذه المهارات عشان تهدئ نفسك من الداخل، لان هذا هو الطريق الوحيد الى الامام. ما نقدر نتم نعيش في خوف وتعب. فانتظركم على الكفه الاخرى aliaacademy.com. في هالاثناء انتظر تعليقاتكم، بحفظ هذه الحلقه هني وبحفظها ايضا على يوتيوب. اذا شفتوها على يوتيوب اشتركوا في القناه، شاركوا الحلقه مع احد تحبونه، ادعم القناه عن طريق اللايك، تحط لها لايك، تحط لها اشتراك، دعم مادي ايضا خيار، فهذه ساعدنا على نشر الوعي باللغة العربية. أشكركم، يومكم سعيد.